السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة ان شاء الله هنشرح منهج الرياضيات الصف الثاني الابتدائي الترم الاول، وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. في سؤال جالنا كتير جدا في الرسائل خاص بحاجة اسمها استراتيجيات الرياضيات الذهنية. استراتيجية يعني طريقة منظمة لحل اي مشكلة او اي مسألة، دي بيسموها استراتيجية. يبقى اي حاجة اسمها استراتيجية هي طريقة منظمة فيها شوية تنظيم، والطريقة دي بنحل بيها اي مشكلة بتقابلنا او اي مسألة ممكن نكون بناخدها مثلا في الرياضيات او في الحساب يعني. فعندنا في المنهج بتاعنا من اول درس رقم 11 في حاجة اسمها استراتيجيات الرياضيات الذهنية او العقلية، وعندنا استراتيجيتين مقررين علينا في الجزء ده. اول استراتيجية او اول طريقة اسمها طريقة المضاعفات او استراتيجية المضاعفات، وتاني استراتيجية اسمها العد او استراتيجية العد. زي ما قلنا استراتيجية يعني طريقة منظمة للحل. طب احنا بنستخدم الاستراتيجية العقلية دي ازاي او الاستراتيجية الذهنية دي ازاي؟ اولا ذهنية او عقلية يعني بنعملها في عقلنا، يعني بنفكر وبنحسب جوه عقلنا المسألة اللي احنا بنحلها. فمثلا ده وانا قلت لك 1 + 1، 1 + 1 بيساوي، هتفكر في عقلك شوية وهتقولي 2. الموضوع سهل جدا. اما بقى بالنسبة لاسم الاستراتيجية الاولانية اللي هو المضاعفات، هي عبارة عن ان احنا بنضاعف رقم في عقلنا. الرقم ده بيكون متكرر قدامنا مرتين، زي ما قلت من شوية 1 + 1 او 2 + 2 او 3 + 3. الارقام اللي احنا بنجمعها على بعضها بيكونوا عبارة عن رقمين قد بعض، فعلشان كده سميناها المضاعفات، ان احنا بنضاعف رقم في عقلنا وبنعرف مجموع الضعف بتاع الرقم ده، وبالتالي بنحل المسألة اللي قدامنا بمنتهى السهولة. فعندنا هنا في صفحة رقم 15 في درس رقم 11 التطبيق، عندنا اول حاجة الارشادات. الارشادات بيقول لنا هنا تعاون مع زميلك لحل المسائل التالية، سجل إجاباتك في الفراغات. فزي ما قلنا احنا عندنا هنا 2، وبيقول لنا هنا 1 + 1. احنا قلنا 1 + 1 بيساوي كام يا أصحابي؟ شاطرين، 2. طب لو قلت لك الكلب ده عنده 4 رجلين، وهنا مكتوب 2 + 2، 2 + 2 بتساوي كام يا أصحابي؟ شاطرين، 4. طب لما يجيب لنا الحشرة دي وعندها 3 أرجل هنا و3 أرجل هنا، وبيقول لنا هنا 3 + 3، ايه المجموع بتاعهم بيساوي كام يا اصحابي؟ لو عديناهم هنلاقيهم 6، 1 2 3 4 5 6، يبقى 6. طب 4 + 4 بيساوي كام يا اصحابي؟ شاطرين، 4 + 4 بتساوي 8. لو عدينا رجلين العنكبوت ده هنلاقيهم 8 أرجل. طب 5 + 5، 5 + 5 بيساوي كام يا أصحابي؟ زي صوابع ايدينا بالظبط، 5 صوابع في كل ايد، لو عديناهم هنلاقيهم 10، يبقى 5 + 5 بيساوي 10. طب 6 + 6، هنا مدينا 12 بيضة، بيقولنا 6 + 6، يبقى 6 + 6 بيساوي كام يا أصحابي؟ شاطرين، 12. طب 7 + 7 اللي هي ايام الاسبوع، لو جمعت 7 + 7 هتلاقيهم 14، شاطرين كلكم. طب 8 + 8، شاطرين كلكم، 16. طب 9 + 9، دي حاجة اسمها كروت الارقام، هنا في 9 نقط وهنا في 9 نقط، لو عدينا 9 نقط دول مع 9 نقط دول هنلاقيهم 18. واخر حاجة 10 + 10، 10 + 10 بيساوي كام يا اصحابي؟ 10 صوابع في الايدين زائد 10 صوابع في الرجلين، هنلاقيهم 20 صباع او 20، شاطرين كلكم.
طب احنا هنا لسه لغاية دلوقتي ما فهمناش يعني ايه استراتيجية الرياضيات الذهنية اللي هي المضاعفات. اللي انا قلته ده دلوقتي يعتبر مقدمة بفهمك يعني ايه مضاعفات، يعني رقم معين عندنا احنا بنضاعفه في عقلنا ونجمعه على بعضه مرة واحدة فبيدينا ضعف الرقم ده وبنبقى عارفينه بمنتهى السهولة. لما اجي استخدم الاستراتيجية دي او الطريقة دي في الحل بستخدمها في حل مسائل تانية. فمثلا هنا بقى في الجزء الثاني في الصفحة دي بيقول لنا 1 + 2، 1 + 2 بتساوي كام يا أصحابي؟ احنا قلنا 1 + 1 بتساوي 2، يبقى 1 + 2 هي أكبر منها بواحد بس، فهنقول طبيعي بمنتهى التلقائية بيساوي 3. شاطرين كلكو. طب لو قلت لك 4 + 4 بتساوي كام؟ شاطرين، 4 + 4 بتساوي 8. طب لو قلت لك 7 + 8، 7 + 8 بيساوي كام؟ شاطرين كلكو. احنا قلنا من شوية ان 7 + 7 بيساوي 14، صح؟ ده الرقم المضاعف اللي احنا حسبناه فعلنا من شوية. يبقى 7 + 8 اكبر منها برقم واحد، يبقى 14 لما نحط عليها واحد كمان هنلاقيها 15. يبقى احنا كده قدرنا نستخدم استراتيجية الرياضة الذهنية اللي هي المضاعفات في ان احنا نوصل للحل بشكل اسرع. احنا عارفين كده كده ان 7 + 7 بتساوي 14، فلما اجي اقول لك 7 + 8 بتساوي كام هتروح قايل لي على طول دي اكبر من 7 + 7 بواحد، يعني دي 15. شاطرين كلكو. طب 3 + 3 بتساوي كام؟ 3 + 3 بتساوي 6. شاطرين. طب 3 + 4، 3 + 4 بتساوي كام؟ شاطرين. احنا لسه عارفين من شوية ان 3 + 3 بتساوي 6، يبقى طبيعي لما اقول لك 3 + 4 بتساوي كام هتزود 1 على 6 وهتقول لي بتساوي 7. شاطرين كلكو. طب 5 + 6 بتساوي كام؟ من شوية قدرنا نعد صوابع ايدينا وحسبنا 5 + 5 وعرفنا ان هما بيساووا 10. يبقى لما اجي اقول لك 5 + 6 هتعرف ان هي اكبر من 10 بواحد بس وهتقول لي بتساوي 11. شاطرين كلكو. طب 8 + 8 بتساوي كام؟ 8 + 8 بتساوي 16. شاطرين كلكو. وبكده فهمنا يعني ايه استراتيجية الرياضيات الذهنية اللي هي المضاعفات، ان احنا بنضاعف رقم معين في عقلنا وبنبقى عارفين لو جمعنا الرقم ده على نفسه مرة واحدة بيساوي كام، ولو قابلتني مسألة فيها الرقم ده مجموع على رقم اكبر منه بواحد او اصغر منه بواحد بنحلها ازاي بمنتهى السهولة، ان احنا نزود 1 على ضعف الرقم ده او ان احنا نقلل منه 1، وبالتالي هنحل المسألة اللي قدامنا بشكل اسرع. طب تعالوا نروح للصفحة اللي بعد كده اللي هي صفحة رقم 16 ونشوف فيها الاستراتيجية التانية اللي هي استراتيجية العد، ونوصل لصفحة 16 وفيها الدرس رقم 12 التطبيق. وهنا بنتكلم عن استراتيجية ذهنية تانية، استراتيجية الرياضيات الذهنية اللي هي اسمها العد علشان نحل بيها المسائل. فهنا بيقول لنا في الإرشادات استخدم استراتيجية الرياضيات الذهنية اللي هي العد لحل المسائل. طبعا يا أصحابي المسائل اللي عندنا في المنهج بتاعنا هما نوعين من المسائل دلوقتي، أول مسائل اللي هي مسائل الجمع، تاني مسائل اللي هي مسائل الطرح. لما أجي أقولك مسألة يا إما هقولك فيها اجمع رقم على رقم أو اطرح رقم من رقم. وزي ما احنا عارفين الجمع بنحط الرقمين على بعض ونجمعهم على بعض وبعدين بيطلع لنا المجموع، المجموع ده بيبقى رقم اكبر من كل واحد من الرقمين اللي احنا جمعناهم. فلما اجي اقولك استراتيجية الرياضيات الذهنية اللي هي العد انا بقولك اجمع لي 3 + 12، 3 + 12، واحنا بنقول استراتيجية ذهنية يعني احنا بنعملها في عقلنا برضو. فانت هتقولي احسبهم في عقلي ازاي يا مستر؟ هقولك مثلا اسهل طريقة ان انت تحل بيها المسألة دي وهي استراتيجية العد ان انت تحط 12 جوه عقلك، تحط 12 في عقلك وبعدين تعد بعد ال 12 3، تعد 3 على صوابع ايدك. فهنروح عدين 3 بعد ال 12 هنقول 13 14 15. يبقى لما اجي اقول لك 3 + 12 بتساوي كام
هتقولي على طول بتساوي 15 وأقولك إجابة صحيحة. طب لما أجي أقولك مثلا 10 + 6، 10 + 6 يبقى هنحط في علينا رقم كام يا أصحابي، 10 ولا 6؟ شاطرين، 10، لأن دايما في استراتيجية العد بنحط الرقم الكبير في دماغنا وإحنا بنجمع علشان نعد بعد منه وما نتلخبطش. يعني أنا أحط 10 في دماغي أسهل ما أحط 6 في دماغي، على الأقل هعد على صوابع إيدي 6 صوابع بس، مش هعد على صوابع إيدي 10 ومش هتلخبط. يبقى لما أجي أستخدم استراتيجية العد وأنا بعمل عملية جمع، بحط الرقم الكبير في دماغي وبعد الرقم التاني بعد منه على صوابع إيدي مثلا. فمثلا لما أجي أقولك هنا 10 + 6 يبقى نحط في عقلنا رقم كام؟ شاطرين، 10، يبقى هعد على صوابع إيدي 6. هعد بعد 10 هقول 11 12 13 14 15 16. يبقى هنلاقي عندنا 16، يبقى 10 + 6 بتساوي 16. شاطرين كلكم. طب لما اجي استخدم استراتيجية العد دي في عملية الطرح بقى مش عملية الجمع، بعمل ايه؟ ببتدي اشوف انا هشيل رقم كام من رقم كام. يعني الطرح طبعا احنا بنشيل رقم صغير من رقم اكبر منه وبيتبقى لنا رقم تاني. فهنا مثلا بيقول لنا 8 - 6، 8 - 6، يبقى ازاي هستخدم استراتيجية العد دي في ان انا احل المسألة اللي قدامي دي اللي هي 8 - 6؟ دايما في عملية الطرح بنحط الرقم الصغير في دماغنا ونعد بعد منه على صوابع ايدينا مثلا لحد ما نوصل للرقم الاكبر منه اللي احنا بنطرحه منه. فلما اجي اقول لك 8 - 6 هنروح نحطين في دماغنا على طول رقم 6 لان دي عملية طرح. هنحط في عقلنا رقم 6 وهنعد بعد 6 على صوابع ايدينا لحد ما نوصل لرقم 8. هنقول 7 - 8، هنلاقي عندنا 2 بس، يبقى 8 - 6 بتساوي 2. شاطرين كلكم. طب لما اجي اقول لك 15 - 10 بتساوي كام؟ احنا قلنا في الطرح بنحط الرقم الكبير في دماغنا ولا الصغير في دماغنا؟ شاطرين، في الطرح بنحط الرقم الصغير في دماغنا وبنعد بعد منه لحد ما نوصل للرقم الكبير، وده عكس عملية الجمع. في الجمع بنحط الرقم الكبير في دماغنا ونعد بعد منه علشان نجمع عليه الرقم التاني ونوصل للمجموع على صوابع ايدينا. فلما اجي اقول لك 15 - 10 يبقى نحط في دماغنا انهي رقم، 15 ولا 10؟ شاطرين، طبعا هنحط 10 في دماغنا لان دي عملية طرح، وهنعد على صوابع ايدينا لحد ما نوصل لرقم 15. 11 12 13 14 15، هنلاقي على صوابع ايدينا 5 صوابع، يعني 5، يبقى 15 - 10 بتساوي 5. يبقى هنكتب هنا 5 زي ما احنا شايفين قدامنا. ومرة تانية في استراتيجية العد في عملية الجمع بنحط في عقلنا الرقم الكبير وبنبتدي نعد بعد منه لحد ما نوصل لمجموع الرقمين اللي احنا بنجمعهم على بعض. اما في عملية الطرح فبنحط في دماغنا الرقم الصغير ونعد بعد منه لحد ما نوصل للرقم الكبير ونعرف الفرق بينه وبين الرقم الاكبر منه، وبنوصل لناتج عملية الطرح اللي هو الفرق بين الرقمين، ودي اسمها استراتيجية الرياضيات الذهنية اللي هي العد. وبكده نكون انهينا درس النهاردة، اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتم. لو اعجبك الدرس اعمل لايك، اتمنى الاقي 1000 واحد استفادوا او 1000 لايك تحت الفيديو، والاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب، وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة، وهتفرق معاه كتير وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى المجموعة بتاعتنا كمان، وانا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.